عجب أن الناس غافلون عن هذه العشر. تجدهم في عشر رمضان يجتهدون في العمل أو لا؟ نعم يجتهدون، لكن في عشر الحجة لا تكاد ترى أحدا فرق بينها وبين غيرها. ولكن إذا قام الإنسان بالعمل الصالح في هذه الأيام العشر أحيا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأعمال الصالحة.